حياكم الله مشاهدي قناة الرشيد الفضائي. اليوم احنا نتواجد في احد الاسواق البغدادية في بغداد، وتحديدا في سوق الشورجة. اليوم يحتفل فيه العراقيون بجميع الطوائف، هو يوم زكريا عليه السلام. راح نشاهد وياكم التحضيرات، خليكم ويانا. اجواء حلوة يعني، وكل سنة احنا نحتفل ناخذ الشغلات هاي وتنجمع بها كل الطوائف يعني، واجواءها كلش حلوه مرتبه كانت زينه. اخذت شغلات لاهلك مال الاحتفال؟ اخذت يا اخي هذا جهال، عندي جهال بنتي فطومه صغيرونه، اخذت الله يحفظك الله يسلمك، اخذت لها طبل وهاي السوالف على نشرات. لازم نحتفل هواي تقاليدنا وعاداتنا من قبل احنا هاي السالفه. والله عالم ما شاء الله هواي يعني تاخذ، وهاي اقبالهم حلو يعني وتعاملهم حلو هم مات اهل الاسواق، فيعني صارت اجواء كلش حلوه مرتبه. والله زكريا هي تقليد قديم من كنا اطفال يعني يسوونا بالبيت، يحضرون السمسم واللهوم والساهون ونلعب بالدنابوك ويخلونا الياس يخليها، يعني تقليد قديم كلش حلو. ايه نعرف هذه السنه انتم شو محضرين؟ والله بالبيت هم محضرين، احنا علينا نسوق وما يحضرون. زين اليوم سوقت شيلو وبعدك؟ انا من العظميه، من العظميه اخذ. ايه الله يخليك. يعني منا كم عندكم اكيد هاي الهدايا وهاي الشغلات يعني؟ نفس الشيء، كلها نفس الشيء، نفس الشيء ونفس الطقوس هناك، ومن هناك يسوقون البنات يطلعون يسوقون يسوقون. حياك الله. عافيه يا مال قبل زكريا مال اطفال، يطلبون مراد منها يروحون للشيخ يفطرون يوزعون كل شيء بالشيخ. وهاي مالتنا زكريا مال اطفال، ملاعب كل شيء بيها حبيبي. نعرف شنو هذا اليوم يعني لك انت؟ اي نسوق للزكريا، شوف للاطفال البنات من يريد شيء نجي ناخذ لين تحافيات دنابق للجهال. اي يروح للشيخ يفطرين. اي هي مالت تسوين دولمه بهذه الذكرى؟ كل شيء بناتنا يسوون دولمه، حتى احنا نسوي مال قبل هي ما نقطعها. الناس جميع كذا يعني عادات كل سنه يسوون، الناس كثير عليها. يدعي والله. زين انتم شو وقت بدعملكم يعني بهذه الايام ببيعكم هاي الهدادي؟ قبل 15 يوم نبدا نشتغل. والله. شو وقت يعني تحضيراتكم بدات يعني من بيع الهدايا مالتكم؟ من قبل يعني 10 ايام يعني قبل الزياره. نوبز ورا الزيارة صار يعني الحركة قوية عليها ورا الزيارة. اليوم زكريا يعني ما خاص الطائفة ولا هي فرحة، ولا اليوم همين مولد الإمام الحسين عليه السلام، وهي أعياد ميلاد إن شاء الله تعم على العراقيين وعلى جميع الطوائف، وما تخص طائفة خاصة، تخص جميع الطوائف. ويا ربي يفرح قلوب الشعب هذا المسكين والمظلوم ويعم الأمن والأمان عليه ويعود عليه إن شاء الله كل الأفراح والمسرات والقضاء على البطالة وعلى الباطل، وإن شاء الله نشوفكم أنتم والإعلاميين والشعب العراقي وشبابه وناسه وطافه دائما بالأفراح وبالمسرات يا حبيبي.